في محلات أو مطاعم تحتاج لفلوس فكة، يعطيهم 1000 فكة، لا يجوز التفاضل، لا يجوز التفاضل، لا يجوز التفاضل. بيع وشراء، ممكن أرسل مندوبي وأقول له أنت أخذ 1000 جنيه هات لي مقابلها 1000 فكة يعني مفككة، وأعطيه أجرة ذهابه وإيابه. لكن عند التبادل لا يصلح 1000 فكة بألف ومئة ورق مجمد كما يقولون.